احسن لعيب لعب جنبك مين في نص الملعب؟ يا احسن لعيب لعب جنبي في نص الملعب يعني في مصر او في تركيا يعني عادي. في تركيا ما فيش حد لعب جنبي كتير، لكن في مصر يعني معظم اللعب جنبي كانوا كويسين. يعني مين كنت بترتاح في اللعب معاه؟ مش لازم يبقى احسن واحد يعني، بس بتحب تلعب جنبه. هو كابتن اسماعيل. كابتن اسماعيل لعبت جنبه كتير. احسن مدافع لعب وراك؟ سامي الشيشيني. احسن مهاجم لعب قدامك؟ عبد الحليم علي. احرف لعيب مسكته في حياتك؟ اورتيجا. مرعب ها؟ اه طبعا. احسن ساعتها كان لسه طالع وكان عاملين يقولوا مارادونا الارجنتيني. بالظبط، هم كل شويه يقولوا على واحد مارادونا الجديد. بالظبط. احسن حارس مرمى لعب معاك في الفرقه؟ كابتن نادر السيد. واحلى هدف جبته في حياتك؟ هدف الاتحاد، الزمالك في الاتحاد. وهدفك من مقص في الزمالك كان حلو خالص. كان حلو. طيب قرار ندمت عليه؟ يمكن ان انا ما احترفتش بدري عن كده شويه كمان، ورحت ما ابتديتش بدري. احسن مدرب دربك مين؟ احسن مدرب دربني الكابتن محمود الجواري. طبعا. في مدرب كرهك في الكوره؟ لا انا كنت الحمد لله طول عمري بلعب ستاندينج، وما حدش كان بيجي بيعمل لي مشاكل خالص، لان انا من وانا صغير يعني كان الامور واضحه بالنسبه لي. حازم امام في عزه ولا بوتريكا في عزه؟ لا الاثنين لعيبه كبار يعني. انت تختار مين؟ اختار حازم امام طبعا. حسام حسن في عزه ولا عماد متعب في عزه؟ لا حسام حسن، ما بيقارنش بحد. عصام الحضري احسن حارس مرمى في تاريخ مصر؟ اه طبعا. كابتن الجوهري ولا كابتن حسن شحاته؟ انا بالنسبه لي كابتن الجوهري يعني. اتظلمت في عهد كابتن حسن شحاته؟ اه طبعا ظلمت. انت ولا شوقي وحسني وحسام غالي اللي هو كان بيعتمد عليهم؟ يعني لو رتبت نفسك بين الناس اللي كانت موجوده في فتره 2006 و8 و10 تحط نفسك فين؟ بالذات 6 و8 يعني. لا احط نفسي في حته تانية خالص يعني، لان هم نفسهم كانوا بيقولوا كده يعني. انا لما جيت المنتخب يعني ما كنتش باجي خالص، وبعدين في مره كده بعتولي المنتخب فجيت، كان الكابتن شوقي غريب المساعد، وكان الكابتن حماده صدي. كابتن حماده صدي كان ليه علاقه بالايجنت بتاعي اللي كان شغال معايا، هو نفسه راح قال له احنا كنا بنسمع ان هو جامد ماشي، لكن ان هو يعني معدي بالطريقه دي لان وده كان بيحصل، الناس كان في التمرين تخبط فيك وبتقعوا. يبقى انت اتظلمت في عهد حسن شحاته؟ طبعا. انا بقول لك طبعا. اتظلمت بناء على ايه؟ بص جزء كبير ان هو الكابتن حسن كان عنده قناعاته بناس معينه. وده يحترم جدا في الاخر، كل مدرب ليه قناعاته، وهو المسؤول الاول والاخير، لان هو في الاخر هو اللي بيتحاسب طبعا لما بينجح ولما بيفشل. فالراجل نجح ماشي، فممكن تقول ان وجهه نظره صح، لكن ما تيجي تسالني انا ايمن من وجهه نظري، في الاخر انت عندك لعيب كوره محترف بيلعب ستاندنج وبيلعب بطوله اوروبا وبيلعب في كل الفرق اللي بيلعبها، وراجل مؤثر جدا في تركيا في دوري قوي جدا، وانت ما بتبعتلوش ما بتاخدوش. فهو هي شقين يعني، لكن في الاخر انا ما اقدرش اقول ان الكابتن حسن مثلا كان متعمد، ده كان في مشكله، لكن هو كان بيحب حسني وشوقي جدا بطريقه، وهما اثنين لعيبه كبيره كمان طبعًا يعني. طبعًا. بص الثلاثه اللي انت اتكلمت عليهم يعني لما تيجي تقعد تصنف في الاجيال بتاعه الكوره هتلاقي احنا 5-6 أو 4-5 بالكثير اللي في الحته دي. بالظبط. مين يعني قبلك وبعدك يعني؟ قولي كده اسامي سريعا يعني. حسني وشوقي وحسام غالي، مين تاني؟ هتكلم كابتن اسماعيل. كابتن اسماعيل طبعا ماشي. تامر عبد الحميد طبعا، دونج عظيم. بالظبط. عظيم طبعا. ايمن عبد العزيز. بس مجدي عبد الغني. طبعا يجي معانا. يجي معانا. طارق حامد. طارق ما يعني لسه مكمل بس بالظبط. فانت بتتكلم في اللعيبه اللي بطل. اه طبعا. اوكي، شايف نفسك الرجل الاول في الزمالك فنيا؟ اه ان شاء الله طبعا. امتى حاطط لنفسك سنه يعني معينه؟ حاطط لنفسك مثلا كمان سنتين كمان ثلاثه كمان سبعه؟ لا بص مش حاطط لنفسي سنه معينه، لكن في الاخر انا اكتسبت خبرات كويسه جدا تديني الفرصه ان انا حتى لو اتيحت لي الفرصه ان انا اشتغل فهشتغل بشكل كويس.